سافر فجر بكره ان شاء الله، ان شاء الله يعني بعد كام ساعه من دلوقتي، الى الكونغو علشان يستعد لمباراه فيتا كلوب الكونغولي في المواجهه قبل الاخيره من مرحله المجموعات. مباراه صعبه طبعا، هيكون في بعض الصعوبات اللي متعود عليها النادي الاهلي خارج ملعبه، سواء طبعا الجمهور الكبير اللي هيكون موجود، ارضيه الملعب، بنتكلم كمان اكيد في التحكيم الافريقي، لكن كل الامور وكل الصعاب نادي الاهلي متعود عليها. لكن نادي الاهلي بيسافر ب 21 لعيب الى الكونغو، علشان طبعا انت عارف ان لازم يكون عدد من اللعيبه موجوده زياده، القائمه بتكون 18 لاعب، 11 في ارض الملعب وسبعه على مقاعد البدلاء، لكن الثلاث لعيبه اللي بيكونوا موجودين ده طبعا حارس مرمى اضافي بيكون موجود، وايضا كمان بيكون في اثنين لعيبه تحسبا لاي اصابه ممكن تحصل لا قدر الله في التدريبات. انا شايف ان بالنسبه لي يا امير القائمه كلها يعني ما فيش فيها مفاجات، الاهلي مسافر الحمد لله بالفول باور. في بعض الغيابات الطفيفه الاصابات طبيعي. يعني وليد سليمان مش هيكون موجود. يعني لو هنعرض لحضراتكم كده سريعا القائمه: شناوي، علي لطفي، محمد هاني، احمد فتحي، ياسر ابراهيم، سعد سمير، رامي ربيعه، ايمن اشرف، علي معلول، ومحمود وحيد، واسلام محارب، وعمرو السليه، وهشام محمد، وكريم ندفد، وناصر ماهر، وحسين الشحات، وجونيور اجايه، ووليد ازارو، ومروان محسن، ورمضان صبحي، واحمد حمودي. اكيد قائمه بسم الله ما شاء الله يا امير، قائمه تقيله جدا، قائمه مشرفه. زي ما احنا اتكلمنا قلنا ان في بعض الغيابات البسيطه اللي مش هتكون موجوده، لكن كلنا ثقه كبيره جدا، جمهور النادي الاهلي، مجلس الاداره، الجهاز الفني، عندنا ثقه كبيره جدا ان النادي الاهلي يرجع بنتيجة إيجابية، نتيجة إيجابية في طبعا مشواره في أفريقيا، علشان نستعد للمباراة الأخيرة اللي هتكون يا أمير السبت اللي وراه على طول أمام فريق شبيبة الثورة الجزائري اللي هتكون في القاهرة إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق.